وفي الجانب الاقتصادي أيضا، لكن من زاوية استحصال الحقوق هذه المرة، يشهد القطاع الصحي اهتماما ملحوظا من قبل إدارة المحافظة من خلال دعم المراكز بالأجهزة الحديثة ومساندة الملاكات. وبمناسبة تثبيت أصحاب العقود على قرار 315، أقامت دائرة صحة صلاح الدين بالتعاون مع نقابة إداريي وزارة الصحة احتفالية بالمناسبة. وشكر المشمولون مدير صحة المحافظة الدكتور رائد جبوري لمساعيه في استحصال شيء من حقوقهم للجهود التي بذلوها في خدمة المواطنين خلال السنوات الماضية. هذا اليوم بمناسبة تثبيت العقود الوزارية على الملاكان، وتحت شعار عقود 315 رافد نوعي جديد للارتقاء بعمل الملاكات الإدارية. طبعا بالبداية اليوم احنا فرحين النقابة العامة بإقامة هذا الكرنفال بتثبيت عقود قرار 315 على الملاك الدائم، وبرعاية السيد مدير عام دائرة الصحة صلاح الدين الدكتور رائد الجبوري، ندل على شيء يدل حرص الإدارة والعلاقة العميقة بين النقابة وبين الإدارة العامة. احنا فرحين بالإضافة النوعية إلى العقود لتصبح يعني العدد إلى الملاكات الإدارية في وزارة الصحة أكثر من 30,000، وأن العقود أكثر من 70% يحملون الشهادات العليا، وإن شاء الله خير وبركة. وهذا الكرنفال من محافظة إلى أخرى ستتعهد النقابة بإقامة كل الاحتفالات إلى عقود قرار 315 بتحويلهم على الملاك الدائم. باسمي وباسم مستشفى صلاح الدين العام نشكر الدكتور رائد الجبوري على تقييمه لنا بهذا الجهود، ونشكر فرحتكم كلكم ويانا ومشاركتكم لنا الفرحة، ونشكر أستاذ أحمد فوزي اللي هو المسؤول مالنا على مساندته لنا بهذه الظروف اللي عانينا منها، واللي قدر 7 سنين أو 8 سنين اللي كنا بيها عقود عادية، فهسه الحمد لله وشكر صرنا موظفين بسلامة الجهود المبذلة من الأساتذة والدكاترة الموجودين ويانا، نشكركم نشكر خاص. اليوم احنا العقود 315 الحمد لله فرحة قوية وانتصار عظيم، وخريجين صارنا يعني فترة طويلة، واليوم يعني نصر وفضل من رب العالمين، ونشكر وزير الصحة ومدير صحة صلاح الدين على جهودهم، والحمد لله والشكر. اليوم يعني انتصار عظيم لنا وفرحة قوية، تعرف القاعد إيجار والحالة تعبان والهذا، والحمد لله والشكر. اليوم حقيقة احنا هذه الكوادر اكيد هي تقدم خدمات كبيرة في محافظة صلاح الدين، وانصافها بكل تأكيد هو دليل على حرص الدولة العراقية والحكومة العراقية على الاهتمام بالموظفين، وكذلك انصاف هذه الشرائح المهمة وايضا تمكينها من العيش الكريم. لذلك اليوم هذه العوائل اكيدا توفرت لديها فرص عمل تؤهلها للعيش الكريم. الشكر موصول للسادة في وزارة الصحة وللسيد الدكتور رائد ابراهيم الجبوري على هذه الجهود الكبيرة.